هيدي المهنة نقيتها لأنه هي من أسمى المهن. العلاقة اللي بتبديها القابلة القانونية مع الثنائي هي علاقة كتير حلوة، هي بتشهد هلأ على أحلى وقت بحياتهم وعلى إذا بدك أقدس وقت بحياتهم خلال وقت يخلق مولود جديد على هالدنيا. بلشت مع الصليب الأحمر سنة 2017، الهدف كان إنساني لدعم الأشخاص اللي هن بحاجة لرعاية صحية ولخدمات صحية وطبية ومنهم قادرين يحصلوا على الخدمات بالمستشفيات الخاصة ويقدروا يدفعوا كلفة هالخدمات. نحن كقابلات قانونيات عم نقدم الرعاية الإنجابية، الصحة الإنجابية، اوكي، بمركز الرعاية الصحية الأولية بمستشفى رفيق الحريري. أنا أكيد بشجع كتير أشخاص يفوتوا على هالمهنة لأن نحن بحاجة لأعداد كتير كبيرة من الممرضات والقابلات القانونيات. صراحة القابلة القانونية قبل بالمجتمع كنا وقتا نقول يسألوني شو متخصصة، قلهم قابلة قانونية، كان أول فكرة تجي على راس الشخص اللي بوجهي داية، يعني ما بيعرفوا انه القابلة القانونية هي اساس من القطاع الطبي، هي فيها تقدر تولد المرأة الحامل لحالها اذا ما كان في مشاكل. المجتمع ما عنده هيدي القيمة، مش عاطي هيدي القيمة للقابلة القانونيات او حتى للممرضات. بس فيها قلك انه بعد الكوفيد 19 هالجائحة اللي انتشرت كتير صار في تبين عبر الإعلام إنه القابلات القانونيات والممرضات هن أساس بالقطاع الطبي، وهن من وراء هيدا الشيء بين قد إيه لهم دور. بنفس الوقت في يقلن إنه هي مهنة أبداً منا هينة، هي بحاجة تكون عن جد عندك شغف كبير كتير كبير تقدر تشتغلها، بنفس الوقت بده يكون في عندك صبر وإنسانية لأنه أساس شغلنا وهو انه نكون عم نخلص حياة اشخاص تانيين.